السلام عليكم متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة ومرحبا بكم في قناة بروف عبدو في فيديو جديد اللي غيتعلق ان شاء الله بالقرعة تاع امريكا. فغدا ان شاء الله السبت غيتم الاعلان عن النتائج ديال المقبولين في القرعة تاع امريكا 2025. ان شاء الله اللي غيتقبلوا مبروك عليهم، واللي ما غيتقبلوش ماشي مشكلة مرة اخرى ان شاء الله. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله الطريقة للاطلاع على النتائج تاع القرعة الامريكا 2025، وللإشارة راه الناس تفعوا شحال هادي بالنسبة للناس اللي اول يلاه يعني اول مرة كيسولوا، راه دابا غيخرجوا النتائج ديال الناس اللي تفعوا واش تقبل ولا ما تقبلش. الاخوان كيف ما ديما غندخلوا الموقع ديال قرعة امريكا اللي كيظهر لكم هنا في الشاشة، وغنخلي لكم يعني الرابط في صندوق الوصف ديال الفيديو. من بعد اول مرحلة كديرها كتورك على هذا الزر هذا ديال انه التحقق من الحالة، يعني كتحقق من الحالة ديالك واش تقبلتي ولا لا. المرحلة الثانية كتورك على كونتينيو يعني تتبع. من بعد المرحلة الثالثة هنا الاخوان خصكم تكتبوا الرقم ديال التأكيد اللي حصلتي عليه، يعني نهار ديال التسجيل ضروري انك تكتب الرقم ديال التأكيد اللي عندك، يعني كل شيء غيكون محتفظ به. من بعد المرحلة الرابعة هو انه غتكتب الاسم العائلي بنفس الطريقة اللي مكتوبة في الورقة ديال التسجيل، ماشي الاسم ديالك الاخوان، لا الكنية ديالك، الاسم العائلي ديالك. من بعد الاخوان المرحلة الخامسة هو انه غتكتب السند الميلاد ديالك، يعني العام او السنة فاش تزاديتي، ماشي الشهر ولا نهار، وما ديرش مثلا نهار والشهر، لا خاصك تكتب السنه، كاين الناس اللي كيغلطوا هنا، خاصك تكتب السنه ديال الميلاد ديالك. من بعد الاخوان المرحله الاخيره كتعطيك واحد الكود، بحال دابا هنا كيبان لنا هذا الكود 55A EXH، كنعاود نكتبوا ذاك الكود اللي كيتعطى هنا. من بعد كنوركوا على هذا الزر هذا وهذه الايقونه هذه. من بعد الاخوان هنا الا جاب الله تقبلتي فراه كيطلع لك واحد الميساج بحال هكا الاخوان، هذه هي الرساله ديال الفوز ولا ديال القبول ولا ديال النجاح ديالك في القرعه تاع امريكا. ومن بعد الاخوان الا جاب الله ما تقبلتيش كتطلع لك هذه الرساله، هذه هي الرساله ديال الرفض، تيقول لك بانه ما تمش يعني القبول ديالك ولا الانتقاء ديالك الاخوان. وللاسف واخا ما بغيتكمش ما بغيتش يعني تبان لكم هذه الرساله هذه، ولكن الرساله ديال الرفض كتكون بحال هكا الاخوان. وفي الاخير كنتمنى لكم ان شاء الله النجاح في هذه القرعه هذه بالنسبه للناس اللي دافعين، واي واحد يعني كيشاهد الفيديو ديالنا الاخوان. فكما قلت لكم النتائج ان شاء الله غدا السبت ابتداء من الساعه الخامسه بعد الزوال، غدا مع الخمسه الاخوان دخلوا للسيت وترقبوا تشوفوا واش تقبلتوا ولا لا، وكنتمنى لكم ان شاء الله. وبالنسبه اللي كيشوف الفيديو يعني غدا يقول لنا واش تقبل ولا لا. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم على الدعم ديالكم، شكرا بزاف للصفحه ديال الاخ حسام مكرم التوجيه على يعني هذه المراحل اللي دارت تبارك الله بواحد الدقيق. شكرا بزاف الاخ حسام مكرم، تحياتي لكم من هذا المنبر هذا صديقي وعزيز عليا. دونك نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.